ما الخطأ الذي ارتكبته اليابان في بيرل هاربر وأدى لخسارتها الحرب؟ يعتبر الهجوم المباغت الذي نفذته البحرية الإمبراطورية اليابانية على ميناء بيرل هاربر الأمريكي بجزر هاواي في المحيط الهادئ عام 1941 الحدث الذي غير مجرى التاريخ وأرغم أمريكا على دخول الحرب العالمية الثانية. ذاك الهجوم الذي بدأ بنصر تكتيكي مذهل لليابان ثم تحول إلى فشل ذريع ألقى بظلاله لاحقا على مجريات الأحداث. فما الذي حدث؟ وأين أخطأت اليابان؟ أرادت الإمبراطورية اليابانية تحييد الأسطول الأمريكي من المحيط الهادئ لما سيوفر لها ذلك من حماية ويسهل لها احتلال المزيد من المستعمرات، فخططت لتوجيه ضربة عسكرية للأسطول في قاعدته، وبالفعل نفذت ذلك، حيث استيقظ العالم يوم 7 من ديسمبر سنة 1941 على هجوم بيرل هاربر. شن 353 طائرة حربية يابانية هجوما مباغتا على الميناء، أسفر عن خسائر أمريكية جسيمة، إذ تمكنوا من إغراق حوالي 20 سفينة حربية وتدمير 188 طائرة حربية أمريكية وقتل ما يزيد عن 2000 جندي أمريكي. بدت ملامح النصر واضحة، فالطائرات اليابانية استطاعت ولأول مرة في تاريخها إصابة هدف يبعد حوالي 4000 ميل عن موطنها، لكن ذاك النصر سرعان ما تحول إلى فشل. فصحيح أن اليابان في هجومها تمكنت من تدمير سفن حربية أمريكية، لكن تلك السفن كانت قديمة مستقرة بالقاعدة البحرية يعود تاريخ أغلبها لفترة الحرب العالمية الأولى. أما حاملات الطائرات الأمريكية الحديثة التي تريد اليابان استهدافها فلسوء حظهم لم تكن في الميناء، فقد صدف مغادرتها لعمق المحيط الهادئ زمن وقوع الهجوم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد رفض الأميرال الياباني شويشي ناغومو شن غارة قصف جديدة على بيرل هاربر لتدمير خزانات الوقود وبنية الميناء، متجاهلا كل نصائح القيادات بالبحرية اليابانية التي طالبته بذلك. فهدف اليابان الأساسي تدمير قاعدة الميناء وجعلها غير صالحة للاستخدام. فضل ناغومو العودة للوطن، وبرر ذلك بعدم امتلاكه كميات كافية من الوقود وجهله بمواقع حاملات الطائرات الأمريكية التي تخوف من تواجدها على مقربة من سفنه، وبسبب ذلك ارتكبت اليابان خطأ كارثيا غير كل مجريات الحرب. فأمريكا من جهة حافظت على جانب كبير من قدرتها البحرية وقاعدة مينائها بقيت سليمة، ومن جهة أخرى الهجوم الياباني المباغت الذي تعرضت له أشعل فتيل الانتقام بداخلها لتعلن حربها المستميتة على اليابان، لتبدأ بعدها هزائم اليابان تتوالى. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.